نقاط الضعف والقوة، لكن قبل ما نخش على الشاشة انت شايف ايه بالظبط اللي يعمله النادي الاهلي عشان نقدر نكسب الفريق ده؟ ايه الخطوات 1 2 3 علشان نقدر نستغل ثغراتهم، نستغل نقاط ضعفهم؟ ايه اللي ممكن يعمله النادي الاهلي بكره ان شاء الله علشان نقدر ان شاء الله نحقق برونزيه رابعه في تاريخنا يعني؟ انا اكتر حاجه مخوفاني في مباراه بكره هو نفس اللي حصل في مباراه فلومينينسي، وهو انه احنا قلنا نقاط الضعف بتاع فلومينينسي ان احنا هنعرف لو خدنا اللي على طول السكند بول وعملت المرتده هتروح ودفعاتهم فاضيه، وقلنا ده فعلا، وفعلا الاهلي عمل ده، ولكن بالظبط بالظبط ده اللي كله حصل. كله حصل، ولكن المشكله ان غاب عنك التوفيق واللمسه الاخيره عندك كان فيها مشكله. هي دي الفكره، ان انت ممكن تحط على الورق وفي افكار وفي ذهن اللعيبه كل الافكار في الملعب تتنافس بشكل كويس جدا، بس يكون عندك بعض الديفوهات اللي تخليك ما تجيبش الفول مارك. ما انا خلاص انا عملت كل حاجه، تخش في ايد الجول ما تجيش يمين ولا شمال بالظبط زي اللي حصل. انت تتكلم كورتين على السكس يارده، كوره ركنيه بتعدي جوه السكس يارده ما حدش متابعها. اتكلم عليها على فكره الكوره دي برده يا كابتن، هي كوره جوه السكس يارده لحسين اللي عملها بالعرض تيالي، كان كورنر وبعد كده اكرم ردها بيرس وعدت من قصاده، يعني حتى كوره بيرس كمان. ردود الافعال المتاخره والقرار دوت خلي بالك برده مرتبط شويه بعمليه الاجهاد. ان شاء الله باذن الله محتاجين القرار يكون افضل واسرع بالظبط، ومش محتاجين استعجال كمان خلي بالك، لان بالزبط. انت لما بيكون عندك بوش واللعيبه حاسه ان احنا مطالبين يا جماعه ان احنا نكسب، ممكن جدا ده يتحول لعمليه تسرع شويه، وده ياثر تاني على الفينش بتاع اللعيبه جوه ال 18 بالظبط. ونقطتين كمان برضه يا كابتن، يعني انا الحقيقه لازم اعتب على اللعيبه وعلى بعد تلقينا الهدف الاول كان لازم يحصل يعني حد قائد في وسط الملعب يلم اللعيبه. حصل شويه الفرقه تهلهلت بعد الجول الاول، وبقوا هم حتى راحوا كوره 2-1 وبدات الامور الفرقه ما بقاش في حد مسيطر على الفرقه في الملعب. خليني معلش في النقطه دي بالذات عشان باحساس برضو لعيب الكوره اللي مرت عليا ظروف زي ديت، انت جه في الجون وانت ضيعت كتير فبتحس ان الامور لا اتحبطت شويه. بعديها كمان بدقيقه كوره بيرسي تاب بالظبط، ده بعد كوره انا لو موجود في الملعب احس مش يومك، هي شكلها مش ماشي مش يومك، وبالتالي انت كمان بتلعب فريق كسبان 1-0 عنده من الخبرات والمهاره اللي هو ممكن يعمل اللي يضايقني ان انا بقى في الملعب ايه وده حصل اللي يضايقني ان انا في الملعب ايه